لصالح محدود الدخل، بحيث أن كثيفي مستهلك الطاقة سوف يدعمون استهلاكات محدود الدخل ده في نهاية السنة الخامسة. وصرحنا في ذلك الوقت أن هذا الدعم التبادلي سيبلغ حوالي 9 مليار جنيه في السنة الخامسة، بعد السنة الخامسة. الخطة الخمسية زي ما قلت بفكر حضراتكم باللي احنا ابتدينا قلناه 2014، كان مفروض أول سنة الدعم اللي فيها القطاع الكهرباء بيصل إلى حوالي 27 مليار جنيه، ينخفض هذا الدعم إلى 20 مليار في السنة الثانية، وبعدين 12 مليار في السنة الثالثة. يعني كان مفروض السنة دي الدعم ينخفض إلى 12 مليار فقط، ثم 4 مليارات جنيه في السنة الرابعة، وبعد كده هيبقى فيه دعم التبادل بين الشرائح في السنة الخامسة. ونشرنا هذه الخطة بشفافية تامة، وأعلننا التعريفة خلال هذه السنوات الخمس لمختلف نشاطات الاستهلاك ولكل شرائح. تقريرنا أيضا أوضحنا فيه سابق أن أساس حساب التعريفة بيتأثر بسعر الصرف، لأن في وقود بنشتريه من الخارج بالدولار، في متطلبات صيانة معدات تستلزم مكونات تأتي من الشركات المصنعة بالدولار في الخارج فعلا، أيضا في استثمارات في مجال الإنتاج وبعض مستلزمات دعم شبكات النقل اللي هي محطات محولات فائقة، مراكز تحكم، محولات ذات جهود عالية وفائقة جدا بتستلزم التمويل بالدولار. كل الكلام ده كان طبعا له تأثير على إعادة هيكلة الأسعار. قلنا دايما أن هناك مراجعة للتعريفة لتأخذ هذه المتغيرات في الاعتبار. قبل ما أدخل في أسعار الطاقة، أنا هستعرض قدام حضراتكم ما قام به القطاع الكهرباء من أعمال للتغلب على مشاكل انقطاع التيار الكهربي اللي تأثرنا فيه بشدة خلال الأعوام السابقة، ابتداء من سنة 2008 وبلغ ذروة التأثر في صيف عام 2014. ولما أجي أتكلم على الأسعار، إحنا هنوزع على حضراتكم يعني كتيب صغير أو مجموعة ورق موجود فيه الكلام ده بالتفصيل الشديد، يعني ما تتخضش إن حضرتك بتاخد معلومة أو بتنقلها من على السكرين ولا حاجة. الكلام ده هيجي لحضرتك فيها حوالي 15-16 ورقة، هتيجي لحضرتك فيها كل هذا الكلام. إحنا ما ننساش أيضا إن كان وصل في أحد أيام أغسطس سنة 2014 وصل التخفيف الأحمال وصل إلى حوالي 6000 ميجا. كان تأثير تخفيف الأحمال له ضرر كبير جدا على المستهلكين بدون استثناء، سواء كانت الصناعة أو أعمال تجارية، كان ورش، مستشفيات، كل الكلام ده، والاستخدامات المنزلية تأثرت برضه بشدة. كان دايما الخسارة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربي ذات أثر سيء على الجميع بلا أي استثناء. القطاع وضع خطة عاجلة، أولا لاستكمال بعض المحطات اللي كانت تحت الإنشاء، ايضا الخطه عاجله لادخال 3632 ميجا وات، وكان تم الكلام ده كله في خلال 8 اشهر ونص في سابقه غير مسبوقه على مستوى العالم، حتى باعتراف الشركات التي كانت تقوم بعمليه انشاء هذه المحطات. في خلال عام 2015 من بدايته في يناير حتى نهايته في ديسمبر، كان مقدار ما تم إدخاله من قدرات على الشبكة بيصل إلى 6882 ميجا وات. طبعا دول شاملين اللي أنا قلت في الأول للخطة العاجلة بتاع 3600. أيضا خدنا عملنا تنسيق كامل جدا مع وزارة البترول عشان نوفر الوقود اللازم لهذا الأمر، سواء كانت غاز طبيعي أو مازوت أو سولار، واهتمينا جدا ان الصيانات تقوم في ميعادها، وان احنا بننتهي تماما من الصيانه في قبل دخول الصيف. الكلام ده حصل سواء كان في عام 2015 او 2016. كان من جراء هذا الامر ان من اول يونيو 2015 حتى الان لم يتم تخفيف اي احمال كهربيه على الشبكه. انا بصرح لحضرتك من 1 يونيو 2015 حتى الآن، وإن شاء الله يستمر كده على طول، لم يتم تخفيف 1 ميجا وات من الشبكة. مش معنى كده إن ما كانش فيه انقطاعات، لا، كان فيه بعض الانقطاعات، لأن احنا عندنا عيوب أخرى غير في قدرات الإنتاج. يعني زي ما قلت لحضرتك الشبكة ما وصلتش لأفضل صورة من التغذية، كان لازال هناك بعض انقطاعات نتيجة بعض العيوب الفنية، سواء كان في شبكات النقل أو شبكات التوزيع. كنا بنعاني مثلا من انخفاضات الجهد في الصعيد وفي بعض الأماكن في الدلتا.
وده يعني اللي احنا بنشتغل عليه في الوقت الحالي، ان ازاي نتغلب على النقاط الفنية اللي ساعات بتوصل الكهرباء بس ما بتوصلهاش بالصورة الطيبة اللي احنا عاوزينها. انا بقول لزملائي ان احنا عاوزين الكهرباء توصل بجودة عالية، اللي هو الستاندرد، يعني درجة عالية من الجودة، يبقى الفولت واصل صح، الزبزبة واصلة صح، ما فيش اي انقطاعات ولا ثانية خالص ان شاء الله. واحنا ماشيين على فكرة في خطة هتؤدي في النهاية إن شاء الله إلى هذا الأمر. إحنا أدخلنا مجموعة من الطاقات الكهربية في بتعاقدنا، لسه ما دخلناش على شبكة، بتعاقدنا مع شركة سيمنز على ثلاث محطات عملاقة، كل واحدة منهم 4800 ميجا وات بقدرة إجمالية تصل إلى 14400. أحب أقول لحضراتكم إحنا بيتم متابعة دقيقة جدا للتنفيذ في الموقع. إحنا عندنا كل أسبوعين تقريبا اجتماع موسع بنتأكد من ان الخطة ماشية طبقا لهو موضوع. وصلنا حتى الان في محطة بني سويف الى الانتهاء من 46%، كلامنا من الاسبوع الماضي، يعني طبعا النهاردة هيبقى في حاجة اكتر من كده. وصلنا في بني سويف الى 46%، في نسبة الانتهاء في محطة البرولوس 40.4%، نسبة الانتهاء في محطة العاصمة الادارية الجديدة كانت 29.9%، في بعض المحطات سبق الخطة أجزاء من 10%، يعني مش عاوز أقول حاجة سابقة جامد، لأن إحنا ماشيين بسرعة هائلة. عدد العاملين في الثلاث محطات في الوقت الحالي يصل تقريبا إلى حوالي 15,000 واحد، يعني في فتح مجال عمل قدام، ومعظم الناس اللي بتشتغل دائما أبدا موجودة من الأماكن التي تنشأ فيها هذه المحطات. إن شاء الله منتظر دخول قدرات من محطة سيمنز على الشبكة بنهاية هذا العام، نهاية 2016 هنكون دخلنا 4400 ميجا وات. في نهاية عام 2017 هنكون أضفنا لها قدرات أخرى بحيث تصل القدرة في نهاية 2017 إلى 8800 ميجا، وفي مايو 2018 إن شاء الله يكون إحنا أدخلنا القدرات الكلية اللي هي 14400 ميجا وات. الاستثمارات اللي في هذا الأمر بتصل تقريبا إلى اللي هي من حوالي 65 إلى 70 مليار جنيه. طبعا احنا ما دفعناش كل الفلوس دي دلوقتي، احنا الكلام ده كله احنا اخدين طبعا بقروض ميسرة، واخدين بفترة سماح، واخدين ايضا فترة رد القرض على مدى 12 سنة بعد كده. من مهم جدا نعرف ان احنا برضو ماشيين في نفس على نفس السياق في مجال دعم شبكات نقل الطاقة الكهربية. احنا تعاقدنا على 9 محطات عملاق، محطات محولات مش محطات توليد، محطات محولات جهد فائق 500 كيلو فولت على 220. اضفنا برضو بندخل محولين كبار جدا على مستوى 500 كيلو فولت في الشبكة، بننشئ خطوط جهد فائق 500,000 فولت. المتعاقدين على الفيز الأولاني بتاعها مع أحد المقاولين على 1210 كيلومتر، ومتعاقدين أيضا مع مقاول آخر على حوالي 300 متر، يعني بنتكلم على 1500 كيلومتر خطوط جهد فائق 500 كيلو فولت. يعني أكيد إحنا طبيعة الأمر إن إحنا بنحمى، يعني بنضيف تقريبا نفس الشبكة اللي موجودة حاليا. أضفنا محاولات 220 كيلو فولت على 66 حتى الآن 38 محاولة، الكلام ده كله حصل كله العام الماضي. أضفنا محاولات جهد عالي 66 على 11، 100 محاولة، الكلام ده كله بهدف تعزيز شبكة النقل وبالتالي تحسين مستويات الجهود وضمان استمرارية التغذية على الجهود الفائقة. التكلفة الاستثمارية للجزء اللي أنا اتكلمت عليه ده بتبلغ في الوقت الحالي إلى حوالي 18 مليار جنيه. في مجال شبكات التوزيع دي بتمثل تحدي كبير بالنسبة لنا، الشبكات دي بتحتاج إلى رفع جودة التغذية في العديد من الأماكن سواء الحضرية أو الريفية. فعلا احنا عندنا مشاكل في هذا الأمر وماشيين فيها، والمهم ان احنا محددين ما هي المشاكل وبنحط خطة، حاطين خطة فعلا على التغلب على هذا الأمر. في عامي 15-16 وعماي 16-17 احنا حاطين في الموازنات حاجة بتاع 3 مليار جنيه، لكن انا متوقع ان هذا الامر سيزداد، لانه حقيقة القيم الاولية اللازمة لتحسين شبكات التوزيع هتصل الى من 10 الى 12 مليار جنيه. طبعا كل ده بيحط عبء كبير على قطاع الكهرباء في توفير هذه الاستثمارات وفي التعاقد عليها وفي تنفيذها، سواء كان تنفيذ ذاتي أو بتنفيذ عن طريق مقاولين. أسعار الكهرباء أو الطاقة الكهربية اللي بتطبق من 1/7
2016 لغايه 30/6/2017. دي اللي احنا كنا طبقا لخطه اعاده الهيكله. احنا بدانا في هذه الخطه زي ما قلت لحضراتكم في 1/7/2014. كنا حاسبين حساباتنا لان احنا نشرنا الخمس سنوات. كنا حاسبين حساباتنا على اساس ان سعر الغاز الطبيعي قيمته 3 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه. كان اسعار المازوت ما يعادل حوالي 6.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كان سعر الصرف للجنيه بالنسبة للدولار 7.15 جنيه بالنسبة للدولار. كان نسبة الوقود الأولي اللي بنستخدمه في المحطات 84% منه غاز طبيعي، بينما كان نحن ناخد 16% مازوت. كان متوسط سعر إنتاج الطاقة الكهربية في ذلك الوقت، وده نشرناه وقلناه، كان بيصل إلى حوالي 47.5 قرش، ده متوسط السعر. أسعار الطاقة النهاردة حصلت تغيرات. التغيرات دي لما أدخلناها، وعلى فكرة الذي يقوم بعمليات هذه الحسابات وتدقيقها ومراجعتها هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مش وزارة الكهرباء اللي بتعمل الكلام. وعلى فكرة عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز اللي من قطاع الكهرباء اللي هو 3 أعضاء مجلس إدارة بالإضافة إلى رئيس المجلس اللي هو أنا، يعني 4، بينما عدد أعضاء اللي من خارج القطاع أكتر من كده، يعني الماجوريتي أو الأغلبية هي اللي خارج القطاع، ومعظمهم أيضا من اللي هو بيراعوا حماية المستهلك. ارتفع سعر الصرف من 7 جنيه و15 قرش الى 8 جنيه و90 قرش للدولار. كان في نتيجة زيادة استثمارات في منظومة الطاقة الكهربية سواء كان في انتاج ونقل وتوزيع. ايضا حصل انخفاض في نسبة الغاز الطبيعي الى اجمالي الوقود الاحفوري. انا قلت لحضرتك احنا بناخد كنا بناخد 84% غاز طبيعي، وانا قلت لحضرتك برضو ان الغاز الطبيعي سعره ارخص من المازوت، زي ما كان 3 دولار التاني كان 6 وشوية. احنا لا، قللنا الغاز الطبيعي الى 70% لان اضطرينا ان في جزء كبير من الغاز الطبيعي اللازم بيستورد. احنا حاليا الغاز الطبيعي اللي بنستخدمه تلتينه بناخده من مصر وتلته بناخده مستورد، عشان تحرك تبقى عارف ان التلت المستورد ده بيكلف الدولة 7 دولار للمليون وحدة حرارية. ده باتصالي مع معالي وزير البترول، هو لازال بيحاسبنا على 3 دولار، فأنا ما دخلتش تأثير 7، لكن هوري حضرتك لو دخلنا أيضا تأثير إن التلت يبقى بسبعة دولار، ده بيجعل أن هناك عبء آخر على الدولة، مش عبء آخر على الدولة في إن هي بتوفر وهوري حضراتكم التأثير بتاع الأمر ده على قد إيه. المهم إن تطورت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية من 47.5 قرش إلى 63.7 قرش. إذا أذنتولي حضراتكم أنا هنقل على التاني عشان أوري حضراتكم حسابات التعريفة. وزي ما قلت لحضراتكم أنه التعريفة ديت إحنا عدلناها، ودي زي ما قلت لحضرتك أنها كلها مطبوعة، بوصل على التاني مطبوعة وهتتوزع على حضراتكم بعد انتهاء المؤتمر الصحفي إن شاء الله. واضح ان هذه التعريفة الجداول بتاعتها طبعا هي مش باينة على السكرين دلوقتي، بس انا اقول لحضراتكم بعض التفاصيل اللي فيها وخاصة تأثيرها على المنزلي ومحدود الدخل وهكذا، لكن حضراتكم هتحصلوا على هذا الرقم هذه الاشياء بعد ما نخلص المؤتمر الصحفي بإذن الله. وممكن ايضا ان انا قلت للدكتور يماني ممكن تكون دي افيلبل، يعني متاحة الكترونيكالي، يعني ممكن تتبعت على الايميل عشان اللي يقدر يحب ياخدها ويستخدمها ويعملها بروسيسنج برضو. يعني احنا بنحاول ان تكون هناك شفافية مطلقة وسهولة في الحصول على المعلومات. لو شفت حضرتك بقى يعني انا عملنا بعض الحسابات بنبين ما هي الزيادة في قيمة الفاتورة لما نطبق التعريفة الجديدة دي. شوف حضرتك انا باين على السكرين الموجود دلوقتي متوسط، خدنا مجموعه من الفواتير، يا اما متوسط استهلاكها في الشهر 50 كيلوات ساعه في الشهر او 100 او 200 او 300 او 400 وهكذا، واحنا ماشي الكلام ده اللي موجود على السكرين. في ال 50 كيلوات ساعه كان قيمه الفاتوره في العام الماضي قيمتها 4 جنيه و80 قرش، دي داخل فيها ايضا مقابل خدمة العملاء. احنا حطينا كمان يعني الفاتورة كاملة، مش مجرد بقى ان انا بدي لحضرتك سعر الاستهلاك ولسه يضاف عليها سعر ثاني، ده انا بدي لحضرتك السعر الكامل بعد اضافة مقابل خدمة العملاء. قيمة الزيادة في هذه الفاتورة نتيجة الهيكلة بتاع السنة دي 1.70 جنيه.
يعني هتصبح الفاتورة اللي كانت 4 جنيه و80 قرش هتصبح 6 جنيه و50 قرش. احنا بنقول دايما ان الثلاث شرائح الاولى اللي ال 50 او لغاية ال 200 كيلو وات ساعة في الشهر ديت لمحدود الدخل، وعشان كده احنا حاولنا ان يكون هناك التغييرات فيها اخذ في الاعتبار تأثير ذلك على محدود الدخل. لو شفت حضرتك الميت كيلو وات ساعة كان قيمة الفاتورة في 2015-2016 12 جنيه ونص، الزيادة اللي حصلت على الفاتورة بقت 4 جنيه ونص، هتصبح قيمة الفاتورة في بالحساب الجديد اللي هو بيطبق من 1/7/2016 متأسف اللي هو 17 جنيه. الميتين كيلوات ساعة قيمة الفاتورة قبل كده كانت 35 بتزيد 14 جنيه بقى قيمتها 49، وهكذا. الكلام ده حضرتك هتاخدوه، بس انا عاوز اوضح لحضراتكم ان احنا الدعم اللي كان في كل فاتورة مقداره قد ايه، لان انا هكلمكم بعد كده بشوية بالتفصيل على مقدار الدعم اللي احنا حاطينه. انا قلت لحضراتكم ان الدعم اللي كان مفروض السنه دي يكون موجود كان 12 مليار جنيه، نظرا للارتفاعات وتغير السعر من 47 قرش ونص الى 63 قرش شويه، الرقم كان الدعم ده هيصل لو طبقنا الاسعار اللي موجوده كان هيصل الدعم المطلوب الى 40 مليار جنيه. 40 مليار كان لا قبل لنا بهذا الامر. فاحنا قعدنا نعمل الحساب، احنا بنشتغل في هذا الكلام من اشهر بصراحه وبنشوف تاثيراته عامله ازاي، وقدرنا نصل الى ان يكون الدعم بدل 12 مليار هيصل الى تقريبا 30 مليار جنيه. يعني اصبح الدعم اللي موجود النهارده في بتطبيق هذه الاسعار ارتفع من اللي كان مفروض يكون عليه من 12 مليار جنيه الى تقريبا، هي بالضبط عشان اكون امين، 99.999 يعني بالضبط 30 مليار جنيه، 29.999 يوصل الى 30 مليار جنيه دعم في الفاتورة. طبعا رقم رهيب، لكن ايضا متوافق مع الموازنه العامه للدوله اللي تم اعتمادها ايضا من مجلس النواب. تعالوا نشوف الدعم اللي بناخده كل واحد قد ايه. في الفاتوره اللي هي ب 50 كيلو وات ساعه، انا قلت لحضراتكم كان قيمه الفاتوره 6 جنيه ونص، كان مقدار ما تدفعه الدوله للدعم فوق هذا الرقم بتدفع لكل واحد 28 جنيه، ويصبح مقدار دعم الدولة للفاتورة المقابلة لخمسين كيلوات ساعة بيصل إلى 430%، يعني 4.3. لو شفنا الميت كيلوات ساعة في الشهر الفاتورة كانت ب17 جنيه، أو يعني هي قيمتها السنة دي بالأسعار الجديدة 17 جنيه، كان مقدار الدعم اللي بتضيفه الدولة لهذا الرقم يصل إلى 51، كبرها لكم اهيت 51.9، يعني 51 جنيه و90 قرش. الدوله بتدفع لكل واحد بيستهلك 100 كيلو وات 51.9 بالاضافه لل17 جنيه اللي بيدفعها. لو شفت ال200 كيلو وات ساعه قيمه الفاتوره 49 جنيه، الدوله بتدفع كام؟ 88 جنيه و80 قرش، وهكذا. الجدول ده حضرتك هتاخدوه وهتشوفوه بالتفصيل، لكن يمكن يوضح بقى ان نسبه الدعم لو حضرتك بصيت له في صوره نسبه معينه تلاقي سيادتك انه كل ما كان الاستهلاك قليل او يعني الطبقات اللي هي محدوده الدخل تلاقي ان نسبه مساهمه الدوله كبيره قوي. هي ابتدت ب 430% لل 50 كيلو وات، ال 100 كيلو وات 310%، يعني الدعم 3.1، في ال 200 بيوصل ل 180%، ال 300 بيوصل الى 120%، وهكذا، وتفضل تتناقص لغايه تقريبا ما عند ال 1000 كيلو وات ساعه. يعني حتى رؤية ايضا في هذا الامر المحدود الدخل، يعني احنا مش محدود الدخل بس متاسف، ومتوسط الدخل، احنا راعينا حاجتين، محدود الدخل ومتوسط الدخل. اللي بيستهلك بقى أرقام كبيرة بيدفع أكتر من قيمة الفاتورة، قيمة التكلفة الحقيقية. احنا قلنا التكلفة الحقيقية اللي 63.7، ألاقي احنا بتوصل لو حضرتك شفت الرقم بيصل تقريبا في الحالة دي لحوالي 95 قرش الكيلو وات ساعة. يعني أصبح كثيفي مستخدمي الطاقة بيعملوا نوع من الدعم لمحدودي الدخل. متوسط سعر، حبيت برضو أوري حضرتك يعني إيه الكلام ده، جبت متوسط سعر البيع.
دي برضو بتدي مؤشر ان كنا بنعمل ازاي. هو بيدفع كام؟ قسمت سعر البيع اللي بيدفعه على الكيلو وات اللي بيستخدمه، فيدي لك المتوسط قد ايه. دي مش شرائح، ده المتوسط بتاع الفاتوره قد ايه. تلاقي ان الخمسين كيلو وات متوسط سعر البيع 11 قرش لكل كيلو وات. القيمه دي يا فندم كان سعر متوسط قيمه التكلفه على الجهد المنخفض بتكلف الدوله 68.9 قرش. يعني اللي بيتكلفنا 68.9 المستهلك بيدفع فيها 11 قرش كل كيلو وات. الكلام ده موجود في الجدول، ولما حضرتك تشوفوه تلاقي انه تحت الجدول مكتوب عليه قيمه الفاتوره متضمنه خدمه العملاء، وايضا متوسط قيمه التكلفه على الجهد المنخفض 68.9. انا ما قلت لحضرتك المتوسط السعر بتاع كل الجهود كان 63 وشويه. تلاقي حضرتك الارقام اللي على الجهد الفائق السعر قل وكل شويه بيزيد، على الجهد العالي اعلى شويه، على الجهد المتوسط اعلى، وعلى الجهد المنخفض اعلى حاجه. ليه بقى؟ لان كل ما سيادتك نزلت بالجهد كل ما حطيت استثمارات اكتر في الشبكه عشان توصل بالجهد الى الاستخدام ده. ده اللي بيبين ان ازاي ان متوسط السعر بتاعك بيتزايد. لكن انا بس عاوز اوصل له ان القيمه اللي احنا بتكلف الدوله 68 قرش و9 من 10 بيدفع فيها فقط 11 قرش لكل 50 كيلو وات ساعه. لل100 كيلو وات للفاتوره كلها بالكامل الرقم ده يبقى 15 قرش. يعني 15 بدل من كام؟ من 68.9، يعني تقريبا من 69. في ال200 بيدفع 21 قرش ونص بدل برضو 68.9، وهكذا. حضرتك تلاحظوا تقريبا لغايه لغايه ال1000 كيلو وات لا زال هناك دعم، لانه تشوف حضرتك متوسط الفاتوره بالنسبه له 60 قرش واربعة من عشرة، اللي احنا بنقول هي بتكلفنا كام؟ 68.9. يبقى كل ما في واحد متوسط فاتورته العامة اقل من 68.9 يبقى عارف ان هو الدولة بتدعم. اذا زاد الفاتورة عن كده يبقى الرقم عن كده، يبقى على طول اللي هو يا اما ما بدعمش ولا بيدعم يا اما هو دعم. دي كان باختصار سريع الجزء الخاصة، وانا قلت لحضراتكم ان اسباب الزيادة انا حبيت اكتبها كده عشان ده هيتوزع على حضراتكم، يبقى برضو تحت ايدك الدوكيمنت اللي بتقول هذا الكلام، اللي هي ارتفاع سعر الصرف، انه انخفاض نسبة الغاز الطبيعي، زيادة الاستثمارات، وقلت لحضرتك انها اتغيرت من 47 قرش ونص الى 63.6، وقلنا برضو عملنا جدول لحضرتك نتيجة تغيير كل واحد من دول كان بيأثر في الامر ازاي. اجمال الاستثمارات في قطاع الكهرباء، عاوز اقول لحضرتك ان في عامي 2014 و2015 و2015 الى 2016 وصل تقريبا الى 75 مليار جنيه. انا حبيت احط لحضرتك الجدول ده عشان يوضح لحضرتك مقدار الاستثمارات التي تقوم بها قطاع الكهرباء بالنسبة لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها. وقلنا لسه في استثمارات أكتر. تلاقي حضرتك 2014-2015 كان الاستثمارات تصل إلى 22 مليار و4 من عشرة. 2015-2016 وصل الاستثمار إلى 53 مليار جنيه، يعني تقريبا ضعف اللي كان موجود في 2014-2015. في موازنة 2016-2017 المتوقع المحطوط في الموازنة 52 مليار و6 من عشرة. احنا ماشيين بالشكل ده، وانا متوقع ايضا ان العام القادم ان شاء الله هيزيد، لان بقول لحضرتك احنا في جزء كبير من التحسين هيتم على شبكات التوزيع. احب ابرج لحضرتك برضو اللي باين على الشاشة ده، امر يوضح جدا بيبين لحضرتك الانقطاعات الاماكن. انا بدي من اول يناير 2014 لغاية يوليا 2016، الثلاث سنوات متقسمين. لما يكون عندك الجزء الاحمر ده معناه ده الجزء الذي تم تخفيف الاحمال عنه، تم قطع التيار عنه. تلاقي حضرتك ان في كل شهر كان في تخفيف احمال بلا انقطاع من اول في سنه 2014 ابتداء من مايو. يعني شوف حضرتك من هنا حتى في نهايه في مايو 2015 الواضح ان برضو كان في جزء احمر اهوت، لكن من يونيو 2015 حتى الان كل ما الكيرف او المنحنى الاسود دهوت فوق الحمل معناه ان الفائض اللي موجود عندي، الاحتياطي اللي موجود عندي. احنا كانت عندنا مشكله كبيره جدا، ما عندناش احتياطي كافي، وكنا ما هوش كافي حتى طبقا بالقواعد والاسس العالميه لهذا الامر. وبالتالي احنا بنعمل بنتغلب على حاجتين، بنعمل احتياطي وايضا نجابه القدرات اللي موجوده وقت الذروه. انا حبيت يعني اقول لحضراتكم بسرعه، زي ما قلت لحضراتكم ان احنا لازلنا برضو مش مبسوطين قوي من مستوى الخدمة على الجهود المنخفضة
فعلا في بعض الأماكن. وأنا شخصيا بيجي لي يوميا مش أقل من 20-25 تليفون، اللي عارفين تليفوناتي وبيبلغوني عندهم مشكلة وعاملين آلية. طبعا بس الآلية دي مش تمشيش ان انا منتظر يعني بستنى عشان اتلقى الأطال فين عشان اقدر احلها، لكن اول حركة احنا عاملين كول سنتر هيدخل في الخدمة يمكن خلال شهر او شهر ونص من دلوقتي، وهيصبح في وسيلة لتسجيل العطل، والعطل هيتسجل مش عن طريق شركة التوزيع وهيتبلغ بيه قطاع الكهرباء، ونبقى بنتابع العطل ظهر امتى وتم حله ازاي وعملنا الناس ازاي. يعني احنا دائما ابدا بننظر الى تحسين الخدمة بصورة كبيرة جدا. ارجو ان انا اكون يعني ما اخدتش من يعني هنا زي ما حضرتك الكلام اللي مكتوب هنا بيبين ان 29 مليار جنيه هو الدعم اللي احنا عاملينه، هي 29 مليار و9 من 10 على فكرة، يعني هي 30 مليار فعلا. تصوروا سيادتك، سيبك ان انا كنت طبقت كمان الاسعار بتاعت السنة الثالثة طبقا للهيكلة الأولية، لو ما كنا استطبعنا الأسعار دي كنا استخدمنا نفط أسعار السنة اللي فاتت، كان الدعم وصل إلى 48.5 مليار جنيه، حاجة لا قبل لنا بها. ولو إحنا استمرينا بالشكل ده لن نستطيع نعمل استثمارات، ولن نستطيع إضافات لشبكة، ولن نستطيع، وهتلاقي يحصل تدهور كبير، وكل المجهود الرهيب اللي بنعمله يتدهور في خلال سنتين ثلاثة وتبتدي الأمور تانية. فإحنا مصرين على تنفيذ خدمة وخدمة متميزة وطبقا للمقاييس العالمية، ويعني احنا يمكن حتى الآن بالتوفيق من عند الله نجحنا في الجزء الخاص بالإنتاج ومشين بشدة في النقل، وإن شاء الله برضو هننتقل إلى التوزيع. أرجو أن أنا أكون يعني قلت لحضراتكم بسرعة كل اللي عاوز أقوله في هذا الأمر، وأنا أستأذن حضراتكم في أن يبقى فيه سؤالين أو ثلاثة بسرعة، لأن أنا عندي بعد كده موعد تاني أنا مضطر أروحه مع معالي رئيس الوزراء. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. سؤال يا فندم بعد اذن حضرتك، يعني في حد هنا حضرتك سؤال وبعدين حضرتك انت تقول لي، بس انا هاخد ثلاث اربع اسئله بس ارجوكم، وبعد كده اذا حضرتك حبيتوا حاجه انا تحت امر حضراتكم اقدر اجمع حضراتكم مره تانية ونقدر ندخل في التفاصيل بعد ما سيادتك كمان تقروا الكلام ده وتحصلوا على الـ ارجو ان حضرتك ما توزعوا الحاجه بهدوء يا فندم، بعد اذن حضرتك اللي بيوزع الورق ما يعديش في النص هنا من فضل حضرتك، احنا نوزعها من الخارج يا فندم. اتفضل حضرتك سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ اتفضل. انا مش سامع يا فندم. في حد ثواني يا فندم، هو في ميكروفون تبع الوزارة. انا مش سامع حاجة يا فندم. كان حقكم ما وزعتوش حاجة اللي بعد ما خلصت ومشيت. اتفضل يا فندم. شغال؟ اتفضل بسرعة احسن الوقت بيجري دلوقتي. طب حضرتك تقدر تعلي صوتك ايوه اتفضل يا فندم. معالي الوزير، انا بس عايز اتاكد من الميعاد مع موعد تطبيق التعريفة الجديدة يا فندم. موعد تطبيق التعريف 1/7، احنا ماشيين يا فندم في الخمس سنوات من 1/7 كل سنه. احنا طبعا الشهر الماضي مش هنحطه على الشهر اللي جاي، لا، احنا عشان نخفف هذا العبء على الناس هنقسم الجزء الخاص بتاع شهر 7 على 10 اشهر، مش ابتداء من شهر 8 ولا 9، هنقسمه على ال 10 اشهر التاليه بعد كده ان شاء الله، بحيث ان ما حدش يشعر بهذا الامر ان شاء الله. افندم، يعني احنا الفاتورة بتاع شهر اغسطس هتطلع بالاسعار الجديدة، بعد كده من شهر سبتمبر انت ماشي هيتضاف عليها عشر قيمة الشهر بتاع شهر 7 بالظبط كده. حد بس الصوت يا فندم، الصوت، حد يوديه الميكروفون لو سمحت. انا مش سامع يا فندم حاجة خالص بعد اذن حضرتك. معالي الوزير البعض بيربط بين رفع اسعار الطاقه دعما على اسعار الطاقه في مصر والمفاوضات اللي بيجريها ولا لها اي علاقه يا فندم؟ ولو حضرتك كنت عارف ان احنا عملنا الكلام ده من سنتين وقلنا الكلام ده من سنتين، وبالتالي يعني قصدي السؤال ده مردود عليه، لا علاقه. احنا يا فندم قمنا من سنتين بالظبط
في سنة 2014، واتكلمنا حتى كان ابتداء من إبريل 2014 وتم تطبيقه من 1/7 ل 2014، واللي احنا بنعمله النهاردة هو ضبط قيمة التعريفة طبقا للمتغيرات الجديدة اللي حصلت، لا علاقة لهذا الأمر بأي شيء تاني. تفضل يا فندم. حد تاني؟ حد سؤال تاني وسؤال تالت وخلاص. تفضل يا فندم. صوت يا فندم. أيوة فندم. صلاح زالة الأهرام المسائي. مش سامع كويس. صلاح. أيوة فندم. أتفضل. وحضرتك دايما وكل الزملاء في الوزارة القيادات زملاء حضرتك بتأكد دايما على حقيقة معينة. أيوة. بتأكد حضرتك على إن دوركم المهم أو دوركم الأساسي هو تحقيق صالح المواطن. ولكن في المشكلة موجودة في العداد مسبق الدفع. طالما حضرتك بتأكد على مصلحة المواطن فأنا بقول لحضرتك المشكلة دي بتتمثل في حاجتين. رقم واحد حضرتك هذا في مشكلة في شحن العداد مسبق الدفع. عشان أشحن العداد مسبق الدفع إما بسافر من بلد لبلد أو من منطقة لمنطقة. برضو العداد المسبق الدفع مع إن إحنا كلنا من شجع هذه التجربة في مشكلة خطيرة جدا مش هتتحل إلا بوجود حضرتك. اللي هو أنا دلوقتي لما بروح أقدم عشان أعمل بطاقة أو عشان أي جهة رسمية في الدولة بقول لي هات لي فاتورة الكهرباء عشان أعرف عنوانك فين. المسبق الدفع ما فيش فاتورة، فعايزين نحل المشكلتين دول بعد إذن حضرتك. طيب نحاول نشوف اللي بيطلب الكلام ده نطلب منه ما يطلبش أودي له الكارت يا فندم. لا بس فعلا أنا مع سيادتك نشوف الأمر ده مع الجهات اللي بتطلب الفاتورة ديت والشحن نشوف. أنا مع سيادتك يا فندم أنا قايل لكل زملائي لابد من زيادة منافذ شحن الكهرباء وهنشوف وسيلة حتى لو تعاقدنا مع مكاتب البريد هنشوف يا فندم الوسيلة التي إحنا عندنا في الشبكة حاليا 2 مليون عداد وإحنا ماشيين ما فيش مكان. يعني أقول لحضرتك في حي الأسمرات كله متركب عداد مسبوقة الدفع. أول حاجة عملناها أنشأنا حطينا في موقع في نفس المكان محطوط فيه المعدات التي تشحن العداد ديت. وأنا عارف يعني هنراعي هذا الأمر بشدة وأنا مع حضرتك 100%. حاضر. سؤال أخير يا فندم عشان بعد كده أخلص. طيب حد من هنا يا فندم. تفضل. مع الوقت إنشاء شرائح استهلاك الكهرباء. ايوه. ايوه فندم. حضرتك دلوقتي على الفاتوره 200 كيلو نسبه الدعم اللي بتدفع الدوله 88 جنيه. ايوه فندم لانه بيستهلك 50 فقط لكن شوف حضرتك مقدار الدعم في كيلو. استنى يا فندم بعد اذن حضرتك مقدار الدعم اللي في كيلو وات قد ايه يا فندم عشان تعرف مقدار الدعم اللي في كيلو وات الواحد. انا ما هو الشاب ده الشرائح معمول عشان كده يا فندم عشان كده يا بقى حضرتك ارجو حضرتك تسمعني كويس. الشريحه الاولى الدوله بتدعمها ب 430% يا فندم. الشريحه الثانيه يعني شوف حضرتك انا وريتها لك على السكرين. الشريحه اهو موجود على الشاشه يا فندم. الشريحه الاولى اللي هي اقل استهلاك تمام الدوله بتدعمها ب 430%. الشريحه الثانيه الدوله بتدعمها اقل ب 310%. الشريحه الثالثه بتدعمها اقل ب 180% وهكذا. ده هو ده الشريحه اتعمل عشان كده. يعني هو ده قمه ان احنا بناخد بالنا من محدود الدخل جدا بيدعم بنسبه اعلى جدا من اي حد ثاني. احنا ماشيين بيها صح. طب يا فندم موضوع المحطه النوويه يا فندم. خلاص يا فندم عقد المحطه النوويه بس سؤال ثاني يا فندم عشان همشي بعد كده. سؤال ثاني بعد اذن حضراتكم. اتفضل يا فندم. معالي الوزير ماذا عن طرح شركات الكهرباء في البورصه؟ كان في تصريح لوزيره الاستثمار عن طرح شركات كهرباء في البورصه وبيتم الفحص حاليا. واخر حاجه فين العدادات الذكيه والمناقصات بتاعتها؟ طيب هو حضرتك من خارج نطاق البتاع بس انا تحت امر حضرتك. الطرح في البورصه احنا بنتكلم في الاول على شيء خاص بمحطات الكهرباء اللي خاصه بننشئها في الوقت الحالي مع شركه سيمنز. دي محطات الكفاءه بتاعتها عاليه جدا واحنا يهمنا جدا ان حتى الشعب المصري يساهم في هذا الامر ويحصل على عائد منه. انا ما بتكلمش على محطات سابقه. المحطات اللي بنتكلم عليها هي المحطات الخاصه باللي لسه حتى ما خلصتش ولسه تحت إنشاء. بالنسبة للعدادات الذكية احنا فندم توسعنا قوي دلوقتي في العدادات مسبوقة الدفع. العدادات الذكية لانه هناك بعض المعايير الفنية اللي بتتطلب ان حضرتك بتقيم ان حضرتك بتعمل مش معقول
ان حضرتك بتعمل ما يسمى بايلوت بروجكت، يعني مشروع تجريبي نزلت مناقصه ب 250 الف عداد داخل فيه حوالي 6 أو 7 شركات كبرى من مصر ومن خارج مصر، وده هيبقى مكمل للجزء الخاص بالبريبايد. انا بشكر حضراتكم جدا على حضوركم وما عنديش مشكله. اتفضل يا فندم. الشركات الجديده اللي هي هتطرح في اللي هي تحت الانشاء ممكن سيمنز تطرح في البورصه ان شاء الله فهم؟ يعني هنا بيدرس هذا الامر، واي شيء اتعمل هنعمله في هذا الامر، احنا بادين بهذا الامر فعلا. انا بشكر حضراتكم جدا وربنا يوفقك كل خير ان شاء الله. سلام عليكم. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر الصحفي للسيد وزير الكهرباء، والذي أعلن فيه الإجراءات التي تمت للنهوض بقطاع الكهرباء في العامين الماضيين والطفرة الكبيرة التي حدثت في هذا المجال، وأيضا أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وجهاز حماية المستهلك في مجال الكهرباء لضبط تعريفة أسعار الكهرباء طبقا للمتغيرات الجديدة التي أدت إلى النهوض بهذا القطاع، والتي ستؤدي أيضا إلى المزيد من النهوض بهذا القطاع، ما يتعلق منها بالخطة الاستثمارية، وما يتعلق منها بتغير أسعار العملة، وما يتعلق منها أيضا باستهلاكات الغاز المستخدمة في هذا القطاع. وأشار السيد الوزير إلى أنه مستخدمي الطاقة الكهربائية بشكل محدود لن يتأثروا، وكذلك المتوسطين في الاستهلاك لن يتأثروا إلا تأثرات طفيفة جدا في هذا الإطار، لكن مستخدمي الكهرباء بشكل كثيف ربما هؤلاء سيدفعون بعض الشيء للمساعدة لمستهلكي الأقل وأيضا متوسطي الاستهلاك. على حال للمزيد من الرأي والتحليل معنا الأستاذ ناصر حسين الكاتب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية. أستاذ ناصر، كيف رأيت ما طرحه السيد وزير الكهرباء في هذا المؤتمر الصحفي؟ طبعا أنا أرى أن هذا المؤتمر الصحفي جاء كرد فعل للتطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم. هناك ضغوط على مصر من ناحية الدعم، من ناحية الموارد الموازنة والميزانية وأسعار الصرف الأخيرة. إذن الحكومة والوزارة تتجه للتخلص من الدعم المالي الذي أرهق قطاع الكهرباء لسنوات طويلة، وخطة إعادة الهيكلة لرفع الدعم التي تم تطبيقها عام 2014. إذن الوزير محمد شاكر اليوم يريد أن يقول أننا سوف نتخلص من الدعم لشرائح معينة حرصا من الدولة على مراعاة مدى الحدود الداخل في ظل إعادة الهيكلة. عموما أنا أعتقد أن أسعار الصرف الجديدة والضغوط